هلو هلو هلو، ازيكم حلوين؟ عاملين ايه النهارده؟ الفيديو كده بلوج النهارده، هتقضوا معايا كده حاجات من يومي. حابه ان انا اوريكم ازاي عملت شعري، ازاي بحط ميك اب، الروتين اليومي بتاعي بمعنى اصح. والنهارده برضو صراحه يعني انا كنت متردده شويه قبل ما اخد الخطوه دي، بس سالتكم على الانستجرام ودورت شويه فقلت هجرب، واني رايحه اعمل ضوافري وهي الضوافر الجل. الصراحه انا لما سالت كان في اكريليك وفي جل، كتير جدا منكم قال لي الاكريليك بيدمر الضوافر وبيبوظها، والجل برده نفس الموضوع ان هو بيأذي الضوافر بس اذى اقل، فاهمين قصدي؟ بس الاكريليك اقوى. بس انا مش هعملها لان الجل يعني لما دورته كده في انواع لقيت انها بتعدي المية او يعني مش بتنقض الوضوء او الكلام ده كله. فانا لما سالت البنت اللي انا هعمل معاها سالتها كذا مره الصراحه، وهي اكدت لي انه هو بريثبل وبيتنفس فمش بيمنع الوضوء. فانا صراحه مش عارفه دي يعني انا عشان ما اشيلش مسؤوليه اي حد، انا اي دونت ريكومند ابدا، ويعني كل واحد بذنبه، فاهمين قصدي؟ بس انا قلت هجرب انه اعمل ضوافري جل. و يعني انا ما دورت وسالت البنت قالت لي انه ما عندوش اي مشكله مع الوضوء. فلو حد عنده اي معلومات اكتر او اي حاجه زي كده عن الموضوع ده يكتب لي تحت في الكومنتس، ولو حد اوريدي مهتم اصلا بكل ده كملوا الفيديو للاخر، لان ده هيبقى اخر جزء بقى في الفلوج، لانه معادي النهارده الساعه 5 5 ونص كده عندها. ف ده برده هيكون جزء من اللي هيحصل النهارده، وهتشوفوا اكيد في اخر الفيديو ضوافري النهائيه هتبقى عامله زي بص ده شكلها دلوقتي. بس غير كده حبيت النهارده ان الفيديو كده ندردش مع بعض، حسيت ان انتوا وحشيني، حسيت بحاجات كتير كده، فحسيت ان انا النهارده محتاجه ان انا اصور. ف ايه ده كل حاجه الفيديو، يلا تعالوا اوريكم ازاي عملت شعري وازاي عملت الميك اب لوك الخفيف ده اللي انتوا دايما بتسالوني في كل الفيديوز، انت ايه الميك اب اللي انت حطاه؟ هو ده اللي انتوا هتعرفوه النهارده. بصوا الناحيه دي انا اوريدي عملتها كمان بالبيبي ليس او بالمكوى، النهارده حاسه ان انا عايزه ابقى اكسترا شويه فعملت شعري هنا بالبيبي ليس. دي انا عاملاها بس بالسشوار، مش عارفه الفرق باين معاكم ولا لا، بس شايفين دي مفروده خالص ودي هنا كده اوكي فرح بزق الباب ودي من هنا كده شايفين جايه فيها ويف شويه وشكلها ناتشرال اكتر. الطبيعي ان انا بعملها بس بالسشوار، بنشف شعري كده باللي هو السشوار فيه فرشه، ثانيه واحده اجيبه اوريه لكم. ده كده بيكون شكله، والماركه دي الصراحه مش عارفه موجوده في مصر ولا لا، بس يعني موجود في ماركات كتير اللي هو السشوار اللي يكون ليه فرشه، فهو ده اللي انا عاده بستخدمه ان انا بنشف شعري. بقول لكم دايما ان انا بعمل شعري بس بالسشوار، فهي دي بتكون النتيجه بتاعته كده. بس انا النهارده زي ما قلت لكم هعمله كله بالليس او بالبيبي ليس او بالفير او بالمكوى اللي بتفرد الشعر واتيفر بتسموها ايه، وبعد كده هوريكم الميك اب اللي هعمله. ثانيه واحده برده هوريكم حط ايه على شعري عشان دي حاجه مهمه جدا. بصوا حابه برده اقول لكم على ده انا كلمتكم عنه قبل كده في فيديو، ده اللي هو الهيت بروتكتور اللي بستخدمه. لازم يا جماعه لما تستخدموا حراره قويه قوي كده على شعركم ان انتوا تستخدموا الهيت بروتكتور. فبصوا بيطلع شعر شكل شعر كده لامع كده، وبيطلع انه مش يعني سهل تعدي ايديكي منه، فاهمه قصدي؟ ما فيهوش تشابك او كده، عشان في ناس ساعات بتعمل شعرها بتحس ان شعرها نشف، فلازم تحطوا هيت بروتكتور عشان ما يأذيش شعركم ويخلوا شكله كده ايه صحي. جت حاجه غبيه جدا ان انا بصور شعري وكل اللي حواليا اسود ولابسه اسود، بس يعني انه ما كنتش مخططه اصلا ان انا اصور لكم، بس ايه عشان بيجي دايما اسئله كتير عن الموضوع ده حبيت انه اشاركه معاكم. طبعا عامله شعري زي اي بنت كده لما شعري لفوق كده، وبعد كده المكوى دي بتاعت اختي الصراحه كانت، وانا اخدتها منها من ساعه ما هي بقت هيت فري، فدي مميزات ان يبقى عندك اخت هيت فري كده. انا شغلتها دي من بيبي ليس، بصراحه هي قديمه مش جديده خالص، وبعد كده هي فيها درجه حراره لحد 230 شايفين، بس انا هستخدمها على 180، مش محتاجين اكتر من كده خالص، يعني ما تزودوش في حراره انتوا مش محتاجينها على الفاضي، فاهمين قصدي؟ وهسيبها بس انها تسخن شويه وهعمل معاكم الخصله دي بس، وبعد كده هكمل شعري، ويعني باقي كله بعمله نفس الطريقه فملهاش لازمه ان احنا نضيع وقت كتير في الموضوع ده، فاهمين قصدي؟ فبصوا بمسكها كده ببتدي ان انا باخد الخصله، طبعا يعني انا عشوائيه جدا في شعري بس يعني مش بيطلع شكل حلو في الاخر. بصوا كده وبمشي كده، مش بحتاجه ادوس كتير علشان اوريدي انا عاملاه بالسشوار، السشوار اصلا بيبقى شكله حلو كده شايفين، بس كده كده عملتها. فالمهم هو ده بيكون
شكله في الاخر. هكمل بقيه الشعر وهاجي لكم اوريكم الميك اب. كده انا خلصت شعري دلوقتي، بقى هعمل معاكم الميك اب. وهو بصوا بجد هو مش ميك اب، هو اسهل حاجه في الدنيا، وده دايما انا بعمله في كل الفيديوهات اللي انتم بتشوفوها عندي. فاول حاجه ببتدي بيها ان انا برسم حواجبي. الفرشه اللي انا بستخدمها هي فرشه كده صغيره خالص، كنت عملت لكم بيها قبل كده فيديو عن الحواجب، وعاديه خالص. اي فرشه حواجب عندك او اي فرشه صغيره هتنفع، بصوا اهم حاجه بس انها تكون رفيعه. وانا دايما برسم حواجبي باي شادو اخر فتره من حياتي، فبستخدم الاي شادو اللي هنا ده في الباليت بتاعت شانيك سو، ودي اليوتيوبر المفضله بتاعتي لو انتم تعرفوها. اي شادو بني اهم حاجه بس ما يكونش فيه لمعه، وببتدي ان انا برسم حواجبي عادي جدا. شفتوا بس كده، ما بعملش اكتر من كده خالص في الحواجب. لو عايزاها تبقى تقيله شويه ببل الفرشه بشويه ميه زي ما كنت وريت لكم في فيديو قبل كده، بس لو عايزاها خفيفه بس كده خلاص الموضوع خلص. هرسم دلوقتي الحاجب الثاني وهوريكم بعد كده بعمل ايه. نسيت اقول لكم ان انا اوريدي مرطبه بشرتي بالمرطب بتاع باي ماريان، كلمتكم عنه على الانستجرام، فلو انتوا مش متابعيني على الانستجرام مش هتكونوا عارفينه، روحوا تابعوني هنا على الانستجرام عشان تعرفوا كل الابديتس بتاعتي. فدلوقتي البلاشر دايما بستخدمه وانتوا بتسالوني انا حاطه ايه، انا بكون حاطه بلاشر مش تنت، وهو من اوفيس ورقمه رقم 6. الباليت دي حلوه جدا بستخدمها كل يوم تقريبا فعلا في حياتي، وهاخد اللون ده وده وده، بسيب الغامق الوحيد اللي ما بستخدموش. شايفين الحبايه اللي طالعه لي هنا، وفي واحده ثانيه طالعه لي هنا بحجبي، دول تقريبا بقالهم دلوقتي معايا اسبوعين بسبب اني اكلت سينابل ومن يوميها وانا عندي حبوب، واختي نفس الموضوع مش عارفه كانوا حاطين فيه ايه يوميها. كلنا اللي هي بالكارميل دي وعليها عين جمل، مش عارفه اسمها بيبقى ايه، بس من يوميها وانا عندي الحبيتين دول مش بيروحوا، ومش بيروحوا بكريمات الحبوب، فهي حاجه جسمي انفلميتد من جوه او حاجه زي كده. عايشه بيهم بقالي كتير قوي. بصي بوزع بس كده البلاشر كده، بحب احطها على دقني. ايه هو ده الميك اب بتاعي في كل الفيديوز تقريبا الكام شهر اللي فاتوا وفي حياتي عموما. فاي حد كان بيوندر انا بحط ايه على بشرتي او كده، هو ده اللي انا بعمله. واخر خطوه في الميك اب دايما بعملها علشان لون شفايفي بيبقى مش مورد بقى زي خدودي وكده، فبستخدم الروج ده من كيكو اخر فتره، ده رقم 103 اللي هو بيبقى ناحيتين، انا بستخدم الناحيه المات بس، ده رقم 103. بصوا الدرجه دي حلوه جدا، نفس درجه الشفايف. وبس كده ده الميك اب والشعر وروتيني عموما لكل حاجه في حياتي الطبيعيه. بس طبعا مش بعمل شعري بالمكوى زي ما قلت لكم، ده النهارده بس انا حابه اكون اكسترا شويه. فيلا بينا نكمل اليوم ده ونشوف هيحصل فيه ايه. دلوقتي بقى حابه اكلمكم شويه صراحه عن الاوتفيت اللي انا اخترته ليه النهارده، وهو الجاكيت ده كنت وريته لكم من اخر فيديو بتاع مشتريات شي ان بتاع زينا ستور، ولبست عليه الهاي ويست بانت ده كنت جايباه من السي من دي فاكتو من على جوميا البنطلون ده، والبادي برضو التوب الاسود، بحب جدا التوب بتاع دي فاكتو صراحه لان القماشه بتاعتها حلوه و يعني مش بتشف ولا اي حاجه، فلابسه التوب الاسود ده. وبعد كده حبيت ان انا البس عليه الجاكيت ده من شي ان، ده كنت جايباه من عند زينا ستور زي ما قلت لكم، ولبست معاه النكلس دي عشان حسيت ان انا عايزه حاجه ادجي كده شويه بما ان كل حاجه كده ساتلت كده وخفيفه. وشعري زي ما شفتوا دي الفاينل ريزلت بتاعته، عملته النهارده ستريت غير العاده، بس يعني قلت ان انا عايزه ابقى ليتل بيت اكسترا شويه. ودي الجلاسز اللي انا كنت جايباها من شي ان برده من زينا ستور. فايه رايكم في اللوك بتاع النهارده؟ استنى ما قلتلكوش الشنطه، بصوا دي الشنطه اللي انا اخترتها للنهارده، الشنطه دي من جوتشي، بس اي جاس ان هي مش اصليه بس هاي كوبي لان عايشه معايا بقالها كتير. ما حدش سالني جايباها منين لان دي كانت جايه هديه لماما، ومن يوم ما جت وانا قلبتها منها على اساس ان انا يعني ايه بنت كويسه وكده. فصح حسيت ان الاوتفيت بتاع النهارده مع الباج دي يعني كده بيقولوا حاجه كده في نفسهم. فاكتبوا لي تحت حبيتوا شكل الشنطه دي مع الاوتفيت ده، ولا كنتوا متخيلين حاجه عامله ازاي؟ بس حسيت ان دي مدياله الروح الاكسترا شويه اللي انا كنت حباها في الاوتفيت. بالنسبه لي البيرفيوم، علشان صراحه يعني انا البيرفيوم من اهم الحاجات اللي بحسها في الاوتفيت الحلو، واستخدمت النهارده البيرفيوم المفضل عندي من تومي هيلفيجر، طبعا الغطا الكيوت المميز بتاعه بنتي ربنا يخليها لي يا رب،
شخلعته في البيت، مش عارفه هو موجود فين دلوقتي. دي اللي هي اسمها بيتش بلوسم، حلوه قوي بقى يعني. بصوا دي اي ريكومند قوي، ودي صراحه يعني الماي ديلي برفيوم هو ده، حلو قوي وخفيف كده وساتلد وحلو وفريش وكلين. بصوا كل حاجه حلوه في الازازه دي. بمناسبه الحديث عن فروحه، علشان كتير جدا منكم سالني هي عامله ايه دلوقتي كل الكلام ده، هي الحمد لله الحمد لله الحمد لله بقت كويسه الحمد لله، يعني بقت زي الفل. وميعادها مع الدكتور ان شاء الله هيبقى الاسبوع الجاي بقى تروح، بس انها هتعمل تشيك اب وكده، بس عشان مناخيرها لحد دلوقتي لسه بتاكلها من جوه، بس مفيش اي حاجه خلاص خارجيه الحمد لله وابتدت تبقى طبيعيه. فبجد شكرا لدعواتكم وشكرا لكل الناس اللي سالوا عليها حبوا يتمين عليها. انا اسفه ان انا اتاخرت عشان اطمنكم عليها، بس ما كنتش متخيله ان انتوا يعني عندكم كل الاهتمام ده عشان تطمنوا على دوده الاذى. فشكرا مني ومن دوده الاذى على كل الناس المهتمه. وهقفل دلوقتي علشان اكلم اختي، علشان هي المفروض ان هي جايه معايا، هي كمان هتعمل ضوافرها، وهنشوف بقيه اليوم هيحصل فيه ايه. حب كتير فروحه. طمني جماهيرك عليك يا فروحه، كله بيسال فروحه عامله ايه. قولي لهم انا بقيت كويسه، شكرا ليكم. هاي احنا دلوقتي يا جماعه رايحين الطريق، وشادي جه معانا. بس شادي ما جاش معانا علشان انا مكسحه، زي ما انتوا قعدتوا تقولوا في الكومنتس ان انت ما تعرفيش تسوقي ايه، اعتمدي على نفسك جيرل. على فكره انا بعرف اسوق، بس هو جه معانا عشان احنا هنخرج بعد ال نخرج وهنروح ناكل في الشافعي. هنروح ناكل يا جماعه في الشافعي في المهندسين، فهو قال ما دام رايحين المهندسين هاجي معاكم وهنقابل حد من صحابنا غالبا، وهناكل في الشافعي. عندهم يا جماعه احلى ساندويتش سي فود يعني بجد مش طبيعي. ف عشان كده بس شادي هو اللي سايق النهارده، مش عشان انا مكسحه وكتعب كل الكلام اللي بتقعدوا تكتبوه ده. النوم بالمناسبة دي يا جماعة، أنا عايزة أقول لكم إن الكادر ده فيه ثلاثة أوفيشيلي يوتيوبرز، فما تنسوش إن أنتوا تروحوا تتابعوا قناة نهى محتاجني. هسيب لكم الاسم هنا وهسيب لكم اللينك تحت، وفي أول كومنت روحوا تابعوا القناة بتاعتها، لأن القناة بتاعتها فعلا مفيدة جدا 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 لأي كائن طبيعي سوي عايش على الكوكب ده. ف متنسوش تروحوا تتابعوها، وهتنزلينا الفيديو الجديد امتى نوع، علشان بجد يعني مستنيه المايك الجديد، عشان كله قال لي قوي الفيديو الصوت كان فيه واطي، فقالوا لي فاهم مستنيه المايك الجديد يجي عشان تسمعوا يعني الفيديو. شايفين يا جماعه التفاصيل الكواليتي، مستنيه المايك يا جماعه عشان كده التفاصيل. اظن ممكن خلال اربع ايام انا مستنيه. اوه نايس. فا اوريدي خلال اربع ايام يعني على الاسبوع الجاي استنوا فيديو جديد. ستي تون طبعا يا جماعه، متنسوش تنزلوا تتابعوا قناه شادي، علشان شادي غلبان. شادي غلبان يا جماعه. وبجد احنا بنشكر تفاعلكم جدا على اخر فيديو. انت شادي كنت تتوقع التفاعل ده؟ ده كان حلو والله، تفاعل جميل والله، ربنا يخليكم لينا يا رب. شادي جعان بجد يا شادي، كنت تطلع عندي في القناه بتكون يا جعان يا لسه صاحي من النوم. والناس ابتدوا ياخدوا انطباعات سيئه. هو احنا بدانا نصور حاجات في اوقات انا فيها اجازه، وانا الاجازه بالنسبه لي نوم. فانا يعني انا احسن حاجه يعني بالنسبه لي في الاجازه ان انا انام، ويسرى كل طلباتها بتيجي في ايام الاجازه بس. ف طب ما انت النهارده انا مش طالبه منك حاجه. لا خالص، لا انا النهارده انا زي الفل، انا مبسوط والله انا زي الفل. بس الناس كانت بتعلق على الفيديو التاني اللي هو مش طايق نفسه ليه، هو انت منزلاه ليه. صح يا جماعه، مصحيه يوم اجازته الصبح وبقول له تعالى اتصور. لا خالص والله، انا الاكل كان كله بيض يعني. انا كنت نايم متاخر كناش مظبطين الموضوع، ولقيت يسرا بتقول لي بعد ما نمت بساعتين ونص تعالى فطرني. بس هي دي كانت كل الازمه يعني. بس شادي معلش معلش، هم هيعملوا لك اشتراك ويروحوا يدوسوا لك لايك على اي فيديو. معلش معلش، انا بس حابه اوريكم نظره على الطريق. كوبري اكتوبر يا جماعه زحمه على مدد الشوف. فاحنا دلوقتي ان شاء الله يا رب نلحق نوصل في ميعادنا، اعتقد هوصل متاخره تلت ساعه حاجه زي كده. ف ام سوري، وهوريكم بقى بقيه اليوم. 6 and a half hours later. ياي اخيرا وصلنا. هو ده المكان في الدقي. ف اتحمست اخيرا. دلوقتي بجهز علشان اعمل النيلز بتوعي، وده الفيس ماسك بتاع ماسك اون ايجيبت، كلمتكم عنه على الانستجرام. انا برضو بقى سيكي. انا
هاي. ايوه يعني ازاي يعني من بطنك؟ لا انا بدي اعمل كارثه اللي هي سد الفويس. انتوا اخترتوا الشكل على الانستجرام تادا، نزلت لكم بوست على الانستجرام وقلت لكم اختاروا معايا شكل الضوافر اللي انتوا حابينه اكتر، وهو ده اللي انتوا اخترتوه. ونهى هي بقى عملت اومبري وهي كده ضوافرك. بصوا حلوه قوي، حلوه قوي كمان يعني في الاضاءه. تابعوني على الانستجرام هتلاقوني بقى بكره الصبح بقى اصور لكم في اضاءه حلوه وكده وانزل لكم صورها، بجد تحفه. حاسه اني فاشونيستا قوي. قولوا لي حبيتوا الضوافر الجديده ولا ايه؟ ودلوقتي شادي نازل يجيب الاكل علشان ناكل، فاويكم برضو الحاجه سوا. مش عارفه باين معاكم ولا لا، بس يعني اي حد من المهندسين بياكل عند الشافعي اكيد هيقدر ان هو يريليت. هو المكان اللي هناك ده يا جماعه شايفين، هو الحته دي. زحمه يا دنيا زحمه، زحمه وتعب الحبايب. اكتر شارع بكرهه في الجمهوريه. معلش معلش يا لولو. احنا دلوقتي روحنا فحبيت في اضاءه كويسه اني اوريكم ضوافري. بس حلوه قوي بجد مش طبيعيه. ودي ودي ثانيه هو مش بيفوكس. بصوا ودي ضوافر نهى بجد. لا انا عامله ايدك كده ضوافر كيوت قوي كده. بصي اهو كده عاملين نفسك قايله ماسكه الهوا. بصي في بقى حركه الفاشونيستات. بصوا يا جماعه حتى ده درس ليكم، شدوا الكمام امسكوا الكمام وخلاص بقيتوا على طول على بينترست على طول كده. احنا روشين قوي. ياي دلوقتي روحت البيت واخيرا. كان يوم طويل جدا صراحه، اتضايقت النهارده الاكل ما كانش احلى حاجه زي ما احنا متعودين عليه منه، فاتفصلت قوي. السندوتشات ما كانتش جوسي كفايه فصح، كان فصلان قوي. بس يعني مه عادي خلاص اليوم عدى. فدلوقتي بجد انا فعلا خلاص هموت وانام. الساعه دلوقتي 11 تقريبا وانا صحيه من بدري قوي، فاليوم لازم ينتهي هنا. بس حبيت ان انا اكلمكم شويه عن الاكسبيرينس بتاعتي مع الضوافر الجل. انا عامله جل نيلز، ده كده الشكل بتاعهم بقى في اضاءه مظبوطه وكده. فصح انا حبيت جدا الستايل اللي انتوا اخترتهولي على الانستجرام. شكرا لكل حد ساعدني ان انا اختار. بس نيجي بقى للضوافر ذات نفسها. هي وجعتني شويه شويه اول ما دخلت صبعي في اللي هو اليو في لايت اللي هو البوكس اللي فيه اضاءه ده، حسيت بوجع في ضوافري بس اول 10 ثواني وبعد كده بيختفي خلاص. غير كده ما كانش فيه اي وجع خالص طول البروسيس. وبجد دنا شاطره جدا يعني. بصوا بجد الضوافر دي ما شفتش حد مصري بيعمل ضوافر جل بالحلاوه والنظافه دي. وميزه سريعه، انا كان معايا فرح هي كانت سريعه وكانت بصوا كل حاجه. كلفتني تقريبا 850 جنيه. 550 جنيه ده سعر السات اللي هو الشيب ذات نفسه اللي هو الهارد جل. و 300 جنيه انا عشان حاطه جل بولش اللي هو يعني تفضل كده الشكل ده لحد ما اروح لها اعمل ريفل كمان اسبوعين او ثلاث اسابيع تانيين، فاهمين قصدي؟ عادي ممكن لو انت بتحبي تحطي انت مونوكير وتغيري وكده وبتزهقي بسرعه هتعملي بس الهارد جل لو انت عايزه ضوافرك طويله. وهسيب لكم اللينك تحت بتاع دنا لو حد حابب انه يشوف شغلها او حد حابب ان هو يتعامل معاها. هسيب لكم برده رقم التليفون بتاعها لو حد حابب يحجز او كده. صراحه انا دورت على الانستجرام على حد، انا كان بقالي فتره طويله بفكر في موضوع الجل نيلز وكده، ف يعني شفت كذا حد بيرشحها فعشان كده انا رحت وخدت التجربه بتاعتي. بس ارجع واقول انا مش متاكده من موضوع الوضوء مع الضوافر. في ناس بتقول ان الجل عادي بيدخل ميه، في ناس بتقول لا، فانا ما اتحملش مسؤوليه اي حد خالص. وفي ناس كتير بتقول ان الضوافر بتاثر على الضوافر الاصليه، انا برضو لسه ما جربتش وما اقدرش ان انا اقول لكم الكلام ده حقيقي ولا لا، لان في ناس قالت الجل لا بالعكس بيفيد الضوافر والكلام ده، مش عارفه حقيقي. فانا مش مسؤوله خالص عن اي قرار اي حد حابب ياخده، بس انا بنقل لكم تجربتي فقط لا غير. فهجرب وهشوف واقول لكم رايي ايه. فاعتقد ده كل حاجه للفيديو بتاع النهارده، وكان بلوج طويل ويا رب يكون عجبكم. بصوا شعري انا النهارده رحت ناحيه النيل فرطوبه جامده بس ما حشي، يمكن عشان كده كان جوايا صوت داخلي بيقول لي اعمليه بالمكوى النهارده علشان لما بعمله عادة بالسشوار بيكون فيه رطوبة كبيرة عادة بيهيش شوية. فدي بقى ميزة الستريتنر يا جماعة، انها بتخلي الشعر ما يهش. والميك اب بتاعي والله انا بس يعني ايه مسحت كده حوالين الحاجب كده وظبطت شوية وشكله لحد دلوقتي ديسنت. البلاشر لسه موجود منه حبة بس انا يعني برضو يعني في نص اليوم كده زودت سيكا، فاهمين قصدي؟ بس اوفر اول الروج ما زودتش خالص واكلته كده فطبعا اتمسح تماما. بس انه
هو ده كل حاجة لي النهاردة. وبالنسبة للناس اللي بتسألني على سلاسل شي ان لونها بيغير ولا لا، لحد يومنا ده لونها ما غيرش، وانا بلبسها عادي على الجلد، بلبسها على الهدوم، لحد دلوقتي لونها ما غيرش معايا، عشان في ناس كتير جدا بعتت لي الكومنت ده وبتسال. فبس كده كان كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. هسيب لكم الانستجرام بتاعي، روحوا اعملوا له فولو علشان تشوفوا كل الحاجات اللي بتنزل، وعشان لما بسالكم في حاجات تشاركوا معايا ويكون ليكم دور كده اكتر في حياتي. وسوش لايك للفيديو ده لو عجبتكم فيديوهات البلوج، واشوفكم الفيديو الجاي. شكرا جدا جدا ليكم، نكم هنا. There's not much to do when all I can is thinking about